عندي بودكاست مهم جدا جدا، اللي هو مشروب الترند، المشروب اللي في التيك توك في السوشيال ميديا، اللي هو مشروب الاوتو زومبيك. كيف راح نعمل هذا المشروب اللي بيساعدك على الشبع، اللي هو من مكوناته الاساسيه نص كاسه شوفان يا اما مسلوق او عادي، وبعدين كاسه مويه صحيه، وبعدين عندنا الليمون، وبعدين عندنا القرفه. كيف راح نعمله؟ سهل جدا جدا، باي خلاط عندك. انا جايب الخلاط هذا معانا، وهذا راح يسدد الشبع عندك، راح يعطيك فتره طويله انك انت مجوع. والتجارب بتقول لك انه هو 20 كيلو في شهرين بتنحف عليه. انا مش مع هذا الكلام. راح حطينا نص كاسه شوفان وكاسه ميه معاها، وبعدين راح نرش الليمون عليه. ليمونة أو نص ليمونة، وبعدين راح نرش قرفة عشان تعطيها حلا وتساعدك على الشبع، وبعدين نضربها بالخلاط ونقول بسم الله الرحمن الرحيم.